السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات على قناة مستر حمدي بسيوني على اليوتيوب. مرحبا بكم النهاردة في كورس الجرامر، هنشرح بإذن الله تعالى زمن المضارع المستمر The Present Continuous Tense. تعالوا حبايبي كده نشوف تكوين المضارع المستمر. الفورم التكوين بيتكون من am is are plus زائد الفيرب ing. اول ما تلاقيه على طول am is are وانت هتختار بعدهم فعل لازم يكون الفعل ده مضاف اليه ing، وكذلك العكس ما ينفعش تكتب فعل في ing من غير ما يكون قبله helping verb الفعل المساعد am is are. am على الشمال كده بتيجي مع i، و is طبعا اختصارها apostrophe is he she it والاسم المفرد الغائب، و are apostrophe re مع we you they والاسم الجمع. طيب المضارع المستمر بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن الاحداث التي تحدث الان في وقت التحدث اثناء الكلام. انت شايف ولد بياكل، شايف مجموعة من البنات بتلعب، شايف حد بيتفرج على التلفزيون، شايف حد بيقرأ في الجريدة، وعايز تتكلم على الزمن اللي انت شايفه الوقت ده، بتتكلم عنه في زمن البريزنت كونتينيوس المضارع المستمر. طب كلماته الدالة عندك من على الشمال كده الآن now at the moment في هذه اللحظة، look انظر listen استمع. تعالوا نقرأ الاكزامبلز مع بعض. she is cooking now هي تطهو الآن دلوقتي انت شايفها. look انظر the farmers الفلاحون are watering the fields الفلاحون دلوقتي بيروا الحقول. at the moment في هذه اللحظة I'm reading a story أنا بقرأ قصة. You are writing a good story أنت تكتب قصة جيدة. بيعبر كمان المضارع المستمر عن الأحداث التي تم الترتيب لحدوثها في المستقبل، يعني كمان ممكن يكون في استخدام للمضارع المستمر عن المستقبل، بيعبر عن المستقبل ويجي معاه كلمتين طبعا دالين على الفيوتشر اللي هم ايه tomorrow برافو اللي هي غدا ونكست اللي هي القادم، مش نكست تو، نكست تو طبعا preposition حرف جر بجوار، لكن نكست واللي يجي بعدها نكست يير عام القادم، نكست ويك الاسبوع القادم. الاكزامبل المثال I am meeting my friend tomorrow انا سوف اقابل صديقي غدا. she is coming back tonight هي سوف تعود الليلة. طيب لما نيجي ننفي المضارع المستمر سهل جدا، قلنا قبل كده في شرح الفيرب تو بي لما نيجي ننفي ام از ار بنحط بعدها نوت، ام تبقى ام نوت، ام نوت جوين تو فيل انا لن ارسب لن افشل باذن الله تعالى. از از نوت، شي ازنت كوكين رايس هي لن تطهو الارز. ار نوت ارنت، وي ارنت ستاديين فرنش نحن لا ندرس اللغة الفرنسية. طيب ده صيغة النيجاتيف، تعال نشوف صيغة السؤال. بنحولها إلى سؤال بتقديم الفعل المساعد على الفاعل، وإذا بدأ السؤال بفعل مساعد على طول قاعدة ثابتة كده يكون دائما معناه هل، مع مراعاة أن إيه I am تتحول إلى are you في السؤال. Are you going to fail? No, I am not going to fail. Are they playing tennis now? Yes, they are. طيب ترتيب السؤال في المضارع المستمر، لازم تكوين السؤال ده مهم جدا لأنه بيساعدك في حل الديالوج، حل المحادثة والميني ديالوج بعد كده. ترتيب السؤال في المضارع المستمر بيكون على طول الـ WH question كلمة الاستفهام، بعدها am, is, are واحدة منهم طبعا، بعدها subject الفاعل والverb في ing. واحد يقول لي مش الفعل في السؤال بيجي في المصدر، ايوه لكن المضارع المستمر بيبقى الفعل كما هو بالاي ان جي، فيرب اي ان جي في السؤال برضه في الاجابه. What is he eating؟ ماذا هو ياكل؟ What are they doing؟ ماذا هم يفعلون؟ سهل على نفسك كده، انت عندك اربع اسئله ثابتين على طول في زمن المضارع المستمر. What is he doing؟ ماذا هو يفعل الان؟ What is she doing؟ ماذا هي تفعل؟ What are you doing؟ ماذا أنت تفعل؟ نبدأ نحل مع بعض What are they doing؟ استمرين على المضارع المستمر. أول جملة بتقول إيه؟ تامر is kicking cakes not kick a pole. نختار إيه؟ تامر is عند الثلاث أركان تامر
بعدين ها is، وبعدين ها is يجي بعدها kicking بالاي ان جي ولا kicks ولا not kick؟ برافو kicking، هنختار الايه؟ الاي ان جي. برافو عليك، لان عندنا قبلها ايه؟ تامر is، تامر السبجكت الفاعل، is verb اي ان جي، بقى kicking هي الاجابة الصحيحة. برافو. طيب تعالى the boys الاولاد، the boys الاولاد، خلي بالك بلورال جمع، am is are playing football. ها the boys تاخد am ولا is ولا are؟ ها سامع ناس بتقول ايه؟ are. برافو، يبقى the boys جمع. طيب ايه الضمير اللي نعوض عليه مكان the boys اللي هي they؟ very good. طيب تعالى صيغة السؤال، what are you do doing does؟ عند are you نختار بعدها الفعل ايه لما يكون عند are you؟ برافو، doing ing. طب look الكلمات الدالة، she هي draw ولا is drawing ولا drew a picture؟ she تاخد is drawing. very good. ده كان شرح مبسط كده ويسير لزمن الـ present continuous المضارع المستمر، أتمنى اللي هو ينال على إعجابكم. thanks for watching، شكرا على المشاهدة، باي باي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.